الله اكبر والله الحمد. امسك يا ولد. الله اكبر الله اكبر. امسك. الله اكبر الله اكبر. عليه التليفونات يا طارق. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. هذه وحده الخوارج. الله اكبر الله اكبر. كبسون. الله اكبر لله الحمد. الله اكبر. وصل بالك بس. الله اكبر. في وحده قال لي توريك كيف. تمام تمام. هذين الأجهزة هذين الأجهزة قضينا. قامت عملية الميتين واربع دبابات ومعانا المساندة مركزي خليفة بالجودة بهم. الله قضينا يا سيدي. درنا كمين قبل يبي يختالوا مهدي البرغثي ويختالوا صلاح بولغيب عن طريق الصعيطي مروان الصعيطي 204 دبابات. الله اكبر. ربك كريم. كملنا الاتصال معاهم وجينا لعند المكان اللي حاطين فيه باش ناخذوا هذينا ونعدوا شنو اللصقون ويتم عمليه اغتيال ب 750 الف. ربك كريم. و500 صلاح. و500 صلاح. الله اكبر. احنا ماناش في الفلوس، هذه خدمه الامه. خوت اثنيش. الله اكبر. الله اكبر. عندنا الرائد عادل رحمه الله عليه ما ننسوش. الله اكبر. الله اكبر. مش ماده مش ماده 700 الف ماهنش فلوس عندنا احنا. الله اكبر. شوف الوسخ نتاعهم انت. الله اكبر. شوف الوسخ. بيرشوا واحد خوت اثنين شهداء. الله اكبر. الله اكبر. بالدم مش بفلوس يا كلاب. الله اكبر والله. هذينا تليفوناتهم وحياتهم واضحه. ربك كريم الحمد لله بفضل ربي بفضل الرجاله الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. هذه عبوه صلاح بولغيط وهذه عبوه المهدي البرغثي. لا 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 اما حقانيه كبيره للمهدي وصغيره صلاح. وهذيناهم تليفوناتهم بالزايد حصلنا بيه. وهذا التليفون شغال عن بعد. شوري شوري. لكن ربك كريم الحمد لله ولله الحمد. الله يعطيكم الصحه. الله يعطيكم. تليفوني وين؟ والله يا زنادقه يا زنادقه والله قاعد كان في جميع المحاور. الله اكبر.